ونفس الله الكلام يخليك، لمهيب، انت ربنا جيت يخليك. النادي الاهلي وجاي باقتناع، وكمان انت مش جاي باقتناع بس، ده انت اصلا من اسكندريه وعملت ترانسفير صعب جدا، يعني عيلتك هناك وانت هنا ولو وبتعاني من الموضوع ده، بس انت جيت للنادي الاهلي. والله الحمد لله، يعني الخطوة ابتدينا نجني ثمارها السنة دي. السنة اللي فاتت يعني وفقنا في بطولة واحدة من الثلاثة، بس الحمد لله السنة دي ادينا اهو اخدنا 4 بطولات، فاضل لنا البطولة الاغلى ان شاء الله الدوري. ان شاء الله ما تبقاش اخر بطولة، ان يعني زي ما حضرتك قلت بنطمع في ان احنا نكتب تاريخ، ومهما كنت انت بتلعب بتحاول ان انت يعني تكسب بطولات على قد ما تقدر، صحيح دي عشان بعد ما تبطل تبقى اسمك اخدت كذا دوري كذا صحيح، كاس. فان شاء الله ان احنا يعني نفضل مستمرين على النهج اللي احنا مشيناه يعني السنه دي ان شاء الله. اللي عجبني يا مهيب ان انتوا بتتكلموا نفس اللغه، ان هو لازم اعمل تاريخ مع النادي الاهلي عشان في يوم من الايام ابقى قعدت وانا يمكن سابقكم في السن، وكنت سعيد جدا بالدوري اللي خدته مع النادي الاهلي، سعيد جدا بالكاس اللي خدته مع النادي الاهلي، يعني قصدي اقول انه فعلا انت بتتكلم كلام صح ونفس اللغه الكل بيتكلمها. ما هي الحمد لله، وده اللي بنتعلمه في النادي الاهلي، ان انت دايما لازم تبقى رقم واحد. كابتن خطيب انا عمري ما انسى القعده اللي قعدها معانا اول السنه لما جاء لنا ان انتوا الجيل ده لازم يبقى يعني ما فيش بطوله تضيع من ايديه، وده اللي احنا يعني الكلمه دي معلقه معانا جدا، وانا معلقه معايا جدا. انا كسبت الحمد لله مع سبورتنج بطولات كتير، بطوله في النادي الاهلي غير تماما، الناس كتير قوي بتبقى مبسوطه، فدي بتحسسك ان انت لا لازم تكسب اكتر وما تشبعش خالص من البطولات. صحيح فربنا يكرمنا ان احنا نبقى دايما يعني بنفرح الناس ونزود البطولات للنادي بالظبط. الاهلي يعني.